قوي. يعني ايه بقى بكلمك ما بتردش عليا؟ اكيد ببقى مشغول مش قاصد. حازم في ايه؟ مالك؟ مالي؟ انا عادي جدا على فكره. لا مش عادي، انت متغير مش انت. وبعدين طب ما انا كنت بكلمك في اي وقت كنت بترد حتى لو مراتك قاعده جنبك. صدقيني لو ما ردتش بيبقى غصب عني. طب وحكايه جوازك دي هتنتهي امتى؟ اظن كفايه كده. هو فعلا كفايه كده. هاني اخر مره هنبهك يا حازم، لو كلمتك وما ردتش هجيلك عش الزوجيه بتاعك ده وهعمل لك فضيحه. طب ولزومه ايه الكلام الكبير ده؟ وعشري كمان شويه. صباح الخير. أهلاً. ايه الريحه الحلوه دي؟ ازيك يا بدران؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ والله الاولاد وحشوني قلت اجي اشوفهم. انا مش عارف انت ليه سممت تروح، ما كنت تقعد معانا كمان. لا كفايه قوي الاجازه اللي قعدتها. ده انا رحت الشركه لقيت ورايا شغل متلتل ماجنينه لما انزل. هتتغدى معانا النهارده، انا عامل لك كباب هتاكل صوابعك وراها. حاضر، بس هما الولاد فين؟ سلمى في التمرين، ما انت عارف نهائي الكاس قرب، بس هي زمانها جايه وحازم لسه نايم فوق. طبعا اذنكم اطلع صحيح احسن، محتاجه في حاجه مهمه قوي في الشغل. اتفضل. حازم 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 ايه؟ ايه بص على ايه؟ جون ايه ده؟ اسحب جون ايه؟ دي مصيبه. خير يا بابا؟ في ايه اللي حصل؟ بشير الجواهرجي اللي جبنا منه الخاتم لسلمى عاوز فلوسه. بشير فلوسه؟ ايوه. مش فاهم حاجه. انا اصلي بصراحه كنت كتبت له شيك يصرف بعد الشهر، الشهر عدى. موضوع القرض لسه ما خلصش. شفت يا بابا؟ انت اللي عملت لي فيها نجيب ساويرس وقلت لازم نقدم مقامنا. الحل ايه دلوقتي؟ الحل انك تسلت الخاتم وترجعه لبشير الجواهرجي، لا من شاف ولا من دري. ايه يا بابا الكلام ده؟ طب افرض عرفت ان انا اللي خدته منها، هيبقى شكل ايه قدامها؟ يا سلام، خايف على شكلك قوي ومش خايف على ابوك اللي بالسجن؟ يا بابا هتعميني. حاضر، دي فرصه افكر واتصرف. ايه في حاجه؟ لا لا مفيش. حازم يا ابني اتصرف بسرعه عشان خاطر ابوك. ها وانا نازل لهم اشوف حماك اللي عامل لي فيها ابو شقره. اوكي. اشتريت يا زوما. حلال عليك يا جلجل. بقول لك ايه، يومين كده ظبط كشاتي واديك تليفون. خد وقتك يا معلم. بس بقول لك ايه، اليخت ده شاف تاريخ مشرف يا باشا ولسه هيشوف. يلا تشاو تشاو يا بيبي. سلام. باي. واحده واحده وانت سايق كده. ها ربنا يديك خير ويكفيك شره. تفتكر جلجل ده هيكمل تاريخك؟ تاريخ مين؟ ده اليخت هيغرق بيه، ده مخروم. وابوك عارف ان انت هتبيع اليخت؟ هو كان عارف ان انا اشتريته من اساسه؟ يا عم كنت سلبت الخاتم من البيت زي ما ابوك قال لك وخلصت. هيبقى شكله وحش قوي قدامها. ده انت عرفت بنات زي القمر، اشمعنى يعني سلمى دي اللي ماسك فيها؟ دي كابتن. تعرف سلمى دي مختلفة عن كل البنات اللي انا عرفتهم. انا لاحظت انها لدغة. لدغة؟ سلمى انت بتدوري على حاجة؟ في حاجة ضايعة منك؟ لا ابدا، انا بس قعدت اتبرع بالحاجات اللي ما بلبسهاش لدار الايتام. دار ايتام؟ طب وده كمان هتتبرعي بيه لدار ايتام؟ طب ما تلبسي لي الايتام اللي هنا. على فكرة انا مميتة ومصحف الشريف. مالكش دعوة انت. بقول لك ايه؟ خد الخاتم ده، انا ما بلبسوش، ملوش لازمة. انت سمعتين انا وبابا صح؟ والله غصب عني كنت داخله اغير هدومي. خد الخاتم بقى. خليه ان شاء الله هتتحل. انا ما يردنيش تبقى في زنقه عشان حاجه ما بلبسهاش. عشان خاطري خد. عشان خاطري خليه.
اتفضل يا بابا. ايه ده؟ شيك بفلوس الخاتم. شيك بفلوس الخاتم؟ ليه انت ما رجعش الخاتم لبشير؟ ما رجعتش حاجه. ازاي ده؟ بشير كان هنا وساب لي الشيك اللي كتبته له، قلت اكيد انت رجعت له الخاتم. بقول لحضرتك ما رجعتش حاجه يا بابا. ازاي؟ امال مين اللي عمل كده؟ سلمى. على فكره بابا البنت دي جدعه جدا. سمعتنا واحنا بنتكلم امبارح وعرضت عليا ان انا اخد الخاتم وانا ما رضيتش. انا عندي ليك خبر هايل. القرض قريب قوي هيتوافق عليه. يعني ساعتها بقى هتبقى حر تطلع وقت ما انت عايز. فعلا يا بابا. هو خبر حلو. على اذنك. وايه اللي بيحصل ده؟ يلا مصريه شدوا حيلكم شويه. سادتي انساتي سادتي، احمد مجدي يحييكم ويتمنى لكم مشاهده طيبه لمباراه نهائي كاس الانديه للانسات لموسم 2010-2011 بين فريقي النصر والجلاء. يا عم انت ما بتشجعش اللي انت جاي زار ولا ايه؟ الراجل ده جاسوس يا جماعه. سبحان الله انا معاكم. ابو الله مش الفنان دي ليه؟ ابويا يلا يا نصراويه. شكل انتهاء، وشايف دلوقتي الحكم الرابع بيرفع اللوحة وبيعلن عن 3 دقايق وقت ضايع. وشايف سلمى داخلة بالكرة، سلمى داخلة بالكرة عدت من أول لعيبة والتانية والتالتة والتالتة، هي والجون هتجيب جون. ايه ده الحكم صفر. يا ترى هيحسب ايه يا رب؟ ضربة جزاء. الحكم ضربة جزاء. لما تحب تجيب جول. كلم سلمى على التليفون.